أهو السيسي وحكومته اللي صرفوا وراح صرفوا عليها كام مليارات وجمعوها من جيوب الشعب الغلبان وضحكوا عليه بورق هنديك 18% فايدة وراحت فلوسك يا صابر. مش قادرين يفرضوا على الحيتان رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمصانع والشركات الخاصة إنهم حتى يطبقوا الحد الأدنى للأجور اللي قالوا عليه من يومين اللي هو 3000 جنيه. متحدث وزارة العمل مش هنعلق المشنقة حال عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور. أي ده كان كلام كده يعني كلام كده يعني قلنا كلمتين في قاعدة وقلنا انه يا جماعة الحد الأدنى بقى 3000 اللي يطبق يطبق هما كلمتين يعني. أمال مين اللي هيطبق القانون يا وزارة العدل لما انت مش قادرة تجبري أصحاب الأعمال الخاصة انهم يدوا للعمال والموظفين الغلابة في القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور اللي ما يجيبش 97 دولار بالعافية. طبيعي في ظل المرتبات المتدنية دي واللي يدوب تأكل عيش يدوب يتراجع مع معدلات الجواز لان العيال مش لاقيه تاكل اصلا هتتجوز ازاي؟ في حد هيتجوز؟ في حد دلوقتي يقدر يفكر في الجواز؟ ده 3000 جنيه الحد الادنى ده اذا قبضهم مقدما مش هيعمل بهم حاجه برضو. الاوضاع الاقتصاديه للبلد في انهيار وكل يوم ده مش رايي ده راي حتى الوكالات الاقتصاديه العالميه من سيء الى اسوا بسبب بوز الاخص الجعر اللي جاب لكم الفقر والهم والغم على المصريين كلهم حتى الفئات المرفهه. يا جماعة الفئات اللي مفترض انها يعني الكريمة تعبانة ما اوعى تفتكر الحقيقة ان واحد غني يعني ما هو الغني ده عنده سواق والسواق عايز يزود مرتبه عنده ست بتساعد في البيت الست دي عايز يزود مرتبها عنده بنزين بيحطه في العربية او العربيتين فلوس زيادة عنده كهرباء في البيت زادت عنده سلع غذائية بينزل يشتريها زيك من السوبر ماركت زادت. فاوعى تفتكر انها جت على الفقير بس دي جت على الفقير وعلى الغني وعلى كله يا راجل. حتى محمد رمضان محمد رياض عجيب شويه عجيب يعني شخص عجيب وانا شخصيا والله استغربت منه جدا. طالع يقول لك انا شفت انجازات ما صدقتش حلو كلمتين حلوين في نفس الحوار طالع يقول تعبنا من ارتفاع الاسعار فما بالنا بالمواطن البسيط. نشوف كده محمد رياض تعبنا من ارتفاع الاسعار محمد رياض تعب من ارتفاع الاسعار فما بالنا يعني الراجل ده بياخد بالملايين الراجل ده اجره ما يقلش عن 2-3 مليون تعب عنده اولاد المدارس فيها زادت عنده مصاريف لبس زادت عنده سلع غذائيه زادت. الأستاذة ليلى علوي كانت بتقول الناس ماشية حزينة في الشارع الأستاذة ليلى علوي طلعت قالت إن الناس في الشارع ماشية حزينة. العب. المجتمع مجهد جدا دلوقتي مجهد جدا دلوقتي. جملة مهمة جدا. المجتمع مجهد جدا دلوقتي بمعنى إن في عارفة اللي عارفة تلاقي الناس ماشية في الشارع كده وهي متنحة وتايهة ما تحسيش إن في هدف تحسي إن في هم فده مبوظ حاجات كتير يعني كله. فما تجيش محمد رياض في حوار واحد يا راجل اعقل تقول انجازات وبعدين تقول تعبنا. محمد رياض الدولة المصرية حققت انجازات ملموسة منذ 30 يونيو وفي نفس الوقت في نفس الحوار يقول لك تعبنا على رأي الأستاذ محرم فؤاد. يا راجل يعني اظبطوا كلامكم شويه اما ان في انجازات او في اي حاجه تانية حط الاثنين جنب بعض بقى والله العظيم النهارده هو منشر له الكلام ده بقى. مره بيقول لك انجازات ملموسه من 30 يونيو مره تانية يقول لك تعبنا. طب فين الانجازات يا محمد رياض؟ ما تعقل شويه. الناس تعبت وجابت اخرها الحقيقه فعلا وبقتش قادر تتحمل. بص اهو ده محمد رياض الاثنين مع بعض. محمد رياض تخيل محمد رياض يقول في انجازات من 30 يونيو ومحمد رياض يقول تعبنا من ارتفاع الاسعار الاثنين جنب بعض. انت مين فيهم؟ انت مين يا اللي انا مش عارفك انت مين؟ انت مين فيهم يا محمد؟ ما هو يا اما في انجازات والدنيا زي الفل وعشنا واشتغلنا
أو ما فيش إنجازات والدنيا بايظة يعني. إنما الواقع الحقيقي سيبك منه، الدنيا تعبانة أوي، الناس تعبانة أوي، الناس بقتش تتحمل ولا تكفي مصاريف بيوتها، وكتير منهم يا علي كتير منهم الحقيقة يعني خاصم اللحمة من زمان وخلاص، ما بقاش يدخلها بيته، ما بقاش في حاجة اسمها لحمة، وبقاش قدامه غير انه يشمها وياكل على الريحة عند الجزار زي المواطن ده كده. اسمع، شم شمها بعشرة جنيه على الريحة. يلا بص بعشرة جنيه، شم شمها بعشرة جنيه، شم شمها بقى مسلاي، شم شمها بقى، شم شمها حقيقة ما تضحكش خالص، لأنه مأساة يعني.